العسل موهلوس الاغلى والاخطر في العالم، اعتبروا الناس اللي جربوه مخدرات من نوع اخر، فإذا مشيتي حتى كليتي منه غير جوج معالق فراه ممكن تكون في خبر كان، ويكون هذا العسل هو السبب في الموت ديالك. فعلاش كيعتبروا اغلى عسل كاين في هذا الكون؟ الجواب هو ان النحله اللي كتنتج هذا العسل الموهلوس قليله بزاف ونادره، كتكون اللون ديالها كحل ماشي بحال النحل اللي معروف عندنا. اما الطور راه كيوصل لاكثر من 3 سنتيم، هذا القياس كتوصل ليه غير الملكه ديال الحل العادي اللي كنعرف، فما بالكم بهذا النوع؟ فشحال غادي يكون القياس ديال الملكة ديالو؟ ثاني حاجة اللي كتزيد تغليه هي البلاصة اللي كيجبدوا منها هاد العسل الموهلوس. إلا قلت لكم الهيمالايا، سلسلة من الجبال والغابات والوديان وأقرب الكائنات اللي خلقهم الله سبحانه وتعالى، عايشين في هاد البلاصة، فما بالكم بعسل اللي كيجبدوه من أعلى قمة اللي هي قمة إيفريست، بالضبط في جمهورية نيبال اللي جات ما بين الهند والصين، الجمهورية اللي كتكون من أكثر من 30 مليون نسمة، كيعانيوا من الفقر والشجاعة، الأغلبية ديال السكان في هاد الجمهورية خداو التقلاب على هاد العسل الموهلوس مهنة بالنسبه ليهم، وسماو راسهم صياده ديال العسل حيت لقاو كيسوى الفلوس صحيحه وكاين عليه طلب كثير، حيت كيستعملوه كمخدر وكيستعملوه للادويه. بالنسبه للثمن ديالو راه كيوصل لاكثر من 3000 درهم للكيلو الواحد، اما بالنسبه للتاثير ديالو راه بحالو بحال الكوكا والماريوانا، بالاخص الى المستهلك خدا منه كميات كبيره راه ممكن تصيفطو للسبيطار. بالنسبه لبزاف ديال المختصين في الصيدله داروا تحاليل لهذا العسل الموهلوس، تخيلوا معايا لقاو باللي المفعول ديالو بالنسبه للجانب الجنسي حسن بزاف من الفياغرا اللي كتكون فيها مواد مسرطينة. نيبال جمهورية كيف ما سبق ليا قلت لكم فقيرة، والصيادين ديال هاد العسل كيعانيو باش يجبدوه، لا معدات اللي كتحميهم لا لباس مزيان اللي كيهنيهم من القريز ديال هاد النحل، راه ماشي قرصة عادية ديال النحل العادي اللي كنعرف، راه قرصة اللي ممكن طيحو من فوق الجبل. تخيلوا معايا كيطلعوا حتى للقمة ديال جبال الهيمالايا من بعد واحد الطقوس خاصة ديال هاد القبائل باش زعما يلقاو كميات كبيرة بلا ما توقع عليهم شي حاجة، كيلوحوا واحد الحبال على شكل سلالم اللي مربوطين مع هاد الجبل اللي كيكونوا أصلا ضعاف وممكن ما يهزوش الوزن ديال هاد الصياد، كيحاولوا يوصلوا هذيك الشهده ديال العسل الموهلوس اللي غادي يبيعوها بثمن كبير، وحيت عارفين الكليان كيتسناهم وما غاديش توحل فيهم هذيك الشهده اللي غامروا على قبلها، كيطلعوا للجبال وما كيخافوش من هذيك القمه اللي غادي ينقزوا من فوق منها، من غير انها مخدر كيتبوقوا بها الناس ومن غير انها ماده اللي كيتعالجوا بها، راه كانوا كيستعملوها كسلاح بيولوجي في الحرب. هي كيف ما سمعتوا، تخيلوا معايا كيحطوا منها كميات كبيره، الجنود والجيش اللي كيكونوا بحاربين معاهم كيدوزوا من هذيك الطريق وكيلقاو هذه الكميات ديال العسل، كيذوقوا منه حيت الاغلبيه كيعجبهم الحلاوه ديالو، كيبقاو يضربوا حتى كيديموا الامانه امانته، وهكا كيكونوا ربحوا الحرب والمعركه بلا سلاح بلا قوه غير بماده طبيعيه اللي هو العسل الموهلوس. دابا واش ممكن تفكر تجرب التبويقه ديال هذا العسل الموهلوس الا تعرضت عليك؟ خلي لنا الراي ديالك في التعليقات، دير لايك وبارطاجي مع اصحابك، دير متابعه للصفحه ومرحبا بك في العائله ديالنا. كان معكم محسن، هذا مكان تهلاو.